السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساكم متابعينا بكل خير، ويا أهلا وسهلا مشاركينا الجدد. تم الكشف صور رسمية لتسريبات جديدة لجي بليكز الاكس اكس هندريد موديل 2022. كما تلاحظون أبرز التغييرات صارت في الشكل الخلفي والأمامي للسيارة، حيث أصبح الكشافات الخلفية متصلة على كامل السيارة، وأصبح الباب فتحة واحدة. القلنوط أصبحت بشكل أكبر مقاس 22 إنش بعرض 40 سنتيمتر. الأضواء الخلفية LED. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشكرا.